أصدقائنا الأعزاء، لقد سبق وقدمنا تقريرا خاصا عن عيد التجلي وكيف يحتفل به في أرمينيا. قدمنا تقرير عنه كيفية الاحتفال في مدينة يريوان، وهناك تقرير آخر كيفية الاحتفال في منتجع جيرمو. اليوم سنعرض لكم نفس الاحتفالية في منطقة غارني، في نفس حصن غارني أو معبد غارني التاريخي. هذا العام يصادف عيد رش الماء أو عيد التجلي في يوم 23 من شهر تموز جولاي. في هذا اليوم يستقبل الاحتفال بالماء ويودع الاحتفال بالماء، الكل ينال نصيبه من الماء. في هذا اليوم لا يمكن لأحد أن يغضب لو أحد ما رشه بالماء، بالمقابل هو أيضا بإمكانه أن يرش الشخص المقابل، أنه يوم الماء. لا نريد أن نتكلم الكثير عن هذا الموضوع بقدر ما نترككم لتتابعون هذا التقرير الذي هيئناه لكم، وإن شاء الله تستمتعون بمتابعة التقرير.